التوجه النيابي لإقرار قانون الحرس الوطني دخل منعطفاً سياسياً وأمنياً قد لا يخلو من الخطورة، لا سيما بعد أن توعدت فصائل تابعة للحشد الشعبي بالقصاص من الذين يحاولون تمرير هذا القانون الذي عدوه يمس تضحيات الحشد الشعبي. باسم فصائل المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي المجاهد، ليعلنوا بكل صراحة رفضهم لقانون الحرس الوطني الذي يحاول أعداء الشعب والسفارة الأمريكية والقوى الغربية الغاشمة الضغط على الحكومة ومجلس النواب من أجل تمرير هذا القانون المشؤوم. سوف تقطع اليد التي توقع على إقرار قانون الحرس الوطني، هذا مساس بأبناء الحشد الشعبي وأبناء الفصائل المقاومة. الحشد الشعبي يرى بأنه مؤسسة تعمل بإمرة الدولة ويرفض محاولة إخراجه عن إطار القانون، خصوصا وإن المعركة مع داعش مستمرة والحديث عن بنود القانون ليس في وقته. الحشد الشعبي أساسا هو منطلق من أوامر الدولة، يعمل ضمن إطار القانون إطار الدولة، نحن لم نكن خارجا عن الدولة والقانون، لذلك ولن نسمح بإخراج الحشد الشعبي عن هذه الدائرة، دائرة الدولة والقانون. فصائل أعطت جرحى وأعطت شهداء وحررت العراق، لا من سهل أن يترك المكان وأن يسحب وأن يذهب. نحن اليوم صمام الأمام لجميع العراقيين مع الجيش العراقي. في هذه الأثناء طالب قياديون المرجعية الدينية ومعنيين بالحكومة بالتدخل من أجل منع إقرار القانون، متهمين أطرافا سياسية بمحاولة إعادة ضباط في الجيش السابق وربما عودة البعث. ندعو المرجعية الرشيدة وندعو الخيرين والمصلحين وأبناء الشعب العراقي للوقوف ضد إقرار هذا المشروع، لكون هذا المشروع نص قرار هذا المشروع حقيقة يعطي الضوء الأخضر إلى الضباط البحثين، أو سيكون الضباط البحثين الذين تم اجتثاثهم من قبل لجنة المساءلة والعدالة هم قادة هذا الحرس الوطني. تصعيد خطير خرجت به الفصائل المنضوية داخل تشكيلات الحشد الشعبي ما عدا التابعة للتيار الصدري والمجلس الأعلى برفضها قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية، مهددة باتخاذ موقف في حال إقراره. ياسر الحطاب، قناة المدى، بغداد.